تعلق لكن هل بإمكان أن يبقى في سان سيرو؟ تدخل ممتاز من بول بوجبا، بول بوجبا يمرر لميركو فولتشينيتش المونتينيغرينو، يمرر لجوفينكو سيباستيان جوفينكو دامرير بتيجا ديتشيلي، ديتشيلي عطية والتعادل يأتي، التعادل اليوفي هو الباريجو، هي لمسة عسرة من برلسكوني جالياني والتعادل من الأمير الصغير ماركيزيو. اللاعب اللي تألق في لقاء الفريقين الموسم الماضي في ملعب تورينو لما تمكن من إحراج دوبيتا، ها هو الآن في هذه المباراة يبدع ويتألق ويعيد اليوفي للمباراة من جديد. شوف الإعادة في كرة عرضية لا مسها ماركيزيو، تفوق على الدفاع الميلان، شوف الكرة اختفها في لمسة واحدة تغالط أبياتي لتعلن عن تعادل 1-1. صحيح